من هو تتويجه بلقب عرب ايدل ويعقوب شاهين نشاطاته ما وقفت ابدا، اخرها كانت مجموعه حفلات في السويد وباكثر من مدينه، ختم بستوكهولم وقابل فيها جمهوره العربي الكبير لتفاعل معه. لكن قبل كل هالشيء عمل جوله بشوارع السويد واحنا كنا معه. الجو كثير حلو، عم بتثلج واحنا عم نعمل انترفيو اليوم، ويبدو انه يعقوب بيحب هالطقس وحب يوجه كلمه لايتي بالعربي. بدايه بشكركم لمرافقتكم معي، ايتي بالعربي دائما بقول له معزه خاصه بقلبي، وهو اكيد له معزه خاصه بقلب معجبينه اللي كانوا بيستنوه بكل مكان. يعني صراحه ما كنت اتوقع الكم الهائل من محبه الناس، وهذا بالنسبه لي نجاح كبير. محبتي لكم وانتم يعني غمرتوني بكرمكم وغمرتوني بمحبتكم من اول يوم اجيت فيه لهون، ومحبه الناس هذه شجعته يسافر للسويد ليلتقي فيهم بأولى حفلات خارج الوطن العربي. السويد تعد يعني دول الاغتراب وفيها كتير مغتربين عرب، كتير ناس بحبوني، وأنا بالبرنامج كتير رسائل دعم وكتير رسائل محبة كانت توصلني. ولأنه يوم الفصح صادف وجوده هناك حب أنه يعيد مع الناس. اليوم طبعا رحنا بمناسبة عيد الفصح، بنقول لكم كل عام وانتم بألف خير. رحنا جولات وقابلنا الشعب اللي بحبنا، ورحنا عيدنا عليهم بالكنائس كمان، وهم كانوا كتير فرحانين فيه وعملوا الاستقبال كتير مميز. وأنتم جميعون بالنجاح بصوتكم الرخيم وأدائكم السليم وطلتكم الحلوة والجميلة على المسرح. مسرور جدا بوجودي معكم اليوم أبونا، شكرا كثير على الكلمات الرائعة. وحتى جوا الكنيسة الكل كان مشغول بتصويره، ولما طلع أكيد الفانز كانوا بانتظاره والأجواء كانت جنون. هذا كان برنامجنا اليوم، هلا بنحضر حالنا للحفلة إن شاء الله اللي هي آخر حفلة بجولتنا بالسويد، الحفلة السادسة. هابي إيستر ليعقوب ولكل اللي بيحتفلوا بعيد الفصح.